السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي فيديو طويل وعايز أخد منه دقيقتين بس، فالموضوع بسيط. مثلا برنامج زي كامتازيا أو كل برنامج بتبقى نفس الفكرة، بيبقى عندي تايم لاين هنا وأبدأ أحدد أول نقطة أنا عايزها مثلا من هنا وأقطع، وبعد كده أحرك شوية وأقطع تاني. كل البرامج بنفس الفكرة، تمام؟ تايم لاين تبدأ تحدد من أي نقطة لأي نقطة، وألغي الجزء دوت وألغي الجزء دوت، والجزء ده هو اللي أنا هحركه بالشكل ده، تمام؟ يبقى عندي الجزء ده هو اللي هبدأ إن أنا أصدره. قبل ما أصدره بسمعه وأتأكد من هو ده فعلا اللي أنا عايزه، أتأكد إن الصوت أحاول أعليه على قد ما أقدر، وبعد كده هقول له اكسبورت وأصدره كفيديو. لكن العيب في البرامج ديت، أو في نقطة، ان هو بيقعد فتره لحد ما يصدره لي للفيديو اللي انا عايزه. الدقيقتين دول في وقت التصدير بياخد دقيقتين زيهم عشان يصدره، يعني هتلاقي الوقت بياخد منك كتير جدا. لو انت عندك فيديو طويل مثلا سجلته ساعتين، لكن انت عايز تحذف منه جزء معين، على سبيل المثال اهو انا عايز الغي الجزء ده واسيب الباقي، يبقى انا هلغي ده وهاخد ده واحطه كده. عشان اصدره هيقعد معايا تقريبا ساعه عشان يصدر. طب ايه الحل لحاجه زي كده؟ في برنامج جميل جدا وبرنامج مجاني، تمام، اسمه لوس ليس كات. البرنامج ده مجاني، كل عليا ان انا هفتح البرنامج دوت واختار الفيديو واقول له اقطع من هنا وهنا. في خلال ثواني ما بيكملش دقيقه تلاقي الفيديو بقى عندك، تمام. فالبرنامج اهوت برنامج سهل جدا وبسيط، بيقول لي حط الفيديو اللي انت عايزه، دراج اند دروب، ويحط الفيديو اللي انت عايزه، او من فايل اوبن هنختار فيديو مثلا زي دوت. بيبقى عندي برضو التايم لاين، فبقدر ان انا اقول له مثلا من هنا لهنا، ماشي، انا عايز الجزء ده، فاقول له من هنا لهنا مثلا، ماشي، او اقول له انا عايز الجزء ده. طيب يبقى اقول له من هنا لهنا حافظ على الجزء ده. طب ومن هنا هنا، يبقى كده هو يعمل ايه؟ هيلغي اللي في النص ويبدا من هنا وينتهي من هنا، يبقى الجزء ده هو يلغيه. وضحت الفكره؟ يبقى انا هبدا من هنا لحد هنا ومن هنا لحد هنا، بمجرد ان انا عملت النقطتين دول هقول له اكسبورت، خلاص هو صدر، يعني بيقعد ثواني وتلاقي الفيديو بقى جاهز. طيب خلينا نقول له اكسبورت، فبيديني بقى اختيارات، بيقول لي بقى ايه انت عايز تعمل ايه، اعمل لك كل قطعه لوحديها. دي في اختيار كويس جدا، اختيار كويس جدا. ليه؟ لان ممكن يكون عندي انا مقطع 20 قطعة، تمام. 20 قطعة ازاي؟ تعال نشوف. هاجي هنا مثلا واقول له من هنا، ماشي، ومن هنا هقول له من هنا، ومن الاخر هنا خالص كده هقول له ايه لحد هنا، تمام. كده هيقطع لي كل واحدة فيهم لوحديها. تمام، بقى عندي اكتر من قطعة. يبقى انا كده يبدا يصدر لي الحاجات ديت. فممكن اقول له اجمعهم لي كلهم في لقطه واحده، او سبريت فايل، او اعمل لي ميرج اند سبريت الاثنين مع بعض. ده المكان اللي هيساف فيه وده الاسم بتاعه، تمام. بيقول لي الاوتبوت هيبقى فين، في اتنين تراك حافظ عليهم، حافظ على التراك ده والتراك دوت. وبعد ما تتاكد من كل الاعدادات هتقول له اكسبورت، هيبدا ان هو يصدر لك الملف اللي انت عايزه، تمام. بيقول لي خلاص صدر اهو. تخيل السرعه في ثواني، تمام. انا برضو كان في فيديو كان طويل قوي، كان تقريبا 4 ساعات الفيديو دوت، تمام، اتقطع بشكل سهل جدا وبسيط، ماشي اهو. كان في دقيقتين او ثلاثه في النص عايز اشيلهم، فاهو من 150 جيجا نزل بنفس الجودة ال 1.47 وحذف الكام ثانية. حتى بص هنا اللينس 2:38، هنا 2:40، فدقيقتين. لو انا كنت حاولت اصدرهم بالبرامج التانية كان هياخد 3 ساعات تصدير. هنا هو بدأ الفيديو يبقى فيه اكتر من فيديو بنفس التسمية ونفس الترتيب، سيجمنت 1، سيجمنت 3، سيجمنت 2، قطع لي سيجمنت 4، قطعهم لي على 4 حتت، تمام، زي ما احنا عاملين 1 2 3 4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا ملف، أو أن
قطعة واحد، قطعة اتنين، قطعة تلاتة، واحد. عندك مثلا ملف فيديو سجلته ساعتين وعايز ترفعه على اليوتيوب او عايز ترفعه على الفيسبوك او كده، او عايز على كل واحدة فيهم ساعتين، فتقدر انت تقطعهم بكل سهولة.